السلام ومرحبا بكم في الحلقة 9 من بودكاست أمور تهمة. البرنامج هذا يندرج ضمن مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة. معاكم من وراء الميكرو نبيلة شوشان، مشاركة في مشروع صحافة الشأن العام مع راديو عليسة، وبطبيعة مانيش وحدي، معايا عسلامة ومرحبا بكم نسرين ببلقاسم، باحثة في علم الاجتماع. مرحبا بك نسرين. عايشة. عسلامة نبيلة، عسلامة نسرين، معاكم في ريال مبروكي، مشاركة في مشروع صحافة الشأن العام ضمن إذاعة دريم اف ام، واتديونت او ماتيماتيكي ابليكاسيون. مرحبا بك فريال، اليوم لما نسائية بامتياز كما يقول مختار، فاش باش نحكي زعما باش نحكيه على حكاية حبينا ولا كرهنا، هي مازالت تابو شوية بالرغم تحكي عليها برشا، اللي هي التحرش في المؤسسات التربوية والتعليمية. أي التحرش الجنسي هذايا ولا الاعتداء الجنسي وإلا الاغتصاب، كلهم يعني يدخلوا في محور يندرجو. واحد في محور واحد، يعني النتيجة واحدة، فما ضحية ديما في الموضوع. يعني الظاهرة هذه يعني مرتفعة برشا في تونس، نقاو التحرش موجود في الأوساط الكل، احنا اليوم باش نحكي خصيصا في الأوساط التعليمية وإلا التربوية، سواء كانت يعني مدارس وإلا معاهد وإلا جامعات وإلا ليفويه، يعني في أي مكان نقاو فيه نورمال التعليم والتربية يدخل فيه الظاهرة هذه من تحرش واغتصاب، وديما الضحية هي موجودة في المجتمع متاعنا، تعاني برشا مآسي. وبطبيعة يا جماعة هذا ما نجم يكون تفاقم الظاهرة هذه، ما نجم يكون كان نتيجة الثقافة التونسية الجنسية في المجتمع التونسي، غيابها يعني غياب مطلق للثقافة الجنسية في تونس، وخاصة الوعي بالثقافة الجنسية، خاطر عنا مازال حاجة ما نحكيوش فيها، ما نترباوش عليها، مازلنا عايشين في العيب والحرام. اللي هي حكاية اصلا ليه عيب ليه حرام. نحن المشكلة فيش الموضوع هذايا متاع الثقافة الجنسية والا التربية الجنسية، نربطوه بالاخلاق وهو اللي ما عندوش حتى علاقة، يعني هذه حاجة من المفروض حاجة علمية، حاجة ثقافية، سواء كان الصغير يتربى عليها من الأول، سواء كان في العائلة، سواء كان في المؤسسات التربوية، يعني ثقافة. ولكن نحن في المجتمع متاعنا اللي يعتبر نحن مجتمع محافظ، يعني يدخل الحاجات هذية العلمية الإنسانية اللي علاقة بالجسد، يربطها بالأخلاق والقيم متاعنا. هي في أصلا في أكثر الدول المتقدمة يقروا فيها التربية والثقافة الجنسية. في تونس وقت اللي اقترحوا باش يدرجوا في المدارس التربية الجنسية قامت عليها القيامة، كأنهم ما ندربش يحلولهم، بينما تلميذ باش نعرفوا ببدنه يستحق، باش نقول له رو لازم هكا لازم هكا، في العائلة عائلته ما يحكولوش، ما يعرفوش ببدنه، ما يفهموش وروحه، يسمعها من برا فصو غلطة، يستكشف روحه بطريقة غلطة، وقت اللي نحن نورمالمون توا وصغيراتنا في أمس الحاجة للتربية الجنسية، باش يكون واعي أكثر، باش يعرف كيف يتعدى عليه حد وإلا يقلقوا حد، يفهم هو شنو هذاك، شنو وراه هذاك اسمه. كنت تفكروا فتيات في فترة معينة برشا برامج تونسية تجيب على التحرش في الكريش في الروضات اغتصاب حتى في وسط العائلة، راه فما شكون أطفال يعتديوا عليهم، يا خالو عمو بو سمعناه وقتها في جندوبة الصغير يحسها حاجة ماهيش نورمال، إما يحشم من بدنه، إحنا في مجتمع نحشمه من بدوناتنا، ما ينجمش يحكي، ما ينجمش يعبر، ما ينجمش يمشي لهم وبوه ويقول لهم، وإلا يمشي للمدير يقول له راهو الأستاذ ولا كذا. الظاهرة هذه هي بالنسبه للقصر والاطفال راهي اشهم وشهم، هي تفيق متخاطر مسكوت عليها، اكزاكتومون مسكوت عليها، والعقاب نتاعها ماهوش قد الجريمه. عمره ما كان قد الجريمه، معناتها يقول لك شنو كي تطيش لك كلمه، تدري انت الكلمه ذيك تاثيرها على الضحيه شنو؟ اي هي من تطيش الكلمه لنوصلوا لحالات يعني ولي جسدي، يعني من الاول انت كي يتعرض الشخص للتحرش اللفظي، راه التحرش في انواع، فما اللفظي فما الجسدي فما التحرش على وسائل التواصل الاجتماعي، فما حتى بجسد، اي حتى بغزره، اي حتى بغزره بالعينين تنجم تتسمى تعريف العالم للتحرش. اي يعني نحن ما نفرقوش، بالنسبه لينا يعني لين توصل ليكون يولي اغتصاب، وكيف كيف في الحالة هذيك حتى الضحية يقولوا لها لا ما تتكلمش، انت لبست العائلة، لا والمشكلة انت السبب، انت ما تحجبش، يعني انت مشيت، علاش خاطر نحن مجتمع ذكوري بامتياز، ديما نعطيه الحق للرجل مهما كانت يعني تصرفاته، ديما الفتاة هي اللي كانت تعرضت للتحرش والاغتصاب هي تكون السبب، خاطر لباسها مش محترم، يقولوا لها اكيد انت عملت سلوك ماهوش محترم اللي ادى انك تعرضت للتحرش وإلا
إلا للاغتصاب. دونك إحنا بما أن مجتمع رجالي بامتياز، مجتمع ذكوري ونقولها هذاك علاش ديما يعني الضحية على غرار أنها تتعرض للتحرش والاغتصاب، يزيد عندها تولي تتعرض لنظرة دونية من قبل العائلة متاحة ومن قبل المجتمع في الانتراج الكل، حتى العائلة تولي تخاف من الفضيحة، يقولوا لها ما تشكيش وما تحكيش وباش تولي نوليو العائلة الكل ملعوتين بالصباع، باش نوليو عائلة كاملة ما عادش يكلمنا حد، ممكن نتعرضوا مثلا للعنف من قبل الجاني. صارت لي الفازة هذه يعني برشا أشخاص عندي شكاية تحرش وكان شكيت بيه وكان نفس الكلام يتعود من أصحابي وقت اللي تحكم هو والكل كيفاه أنت دمرته، قالوا لي ليه هو دمر روحه من الاخر، هو اللي اختار، هو اللي اختار انه يدمر روحه، هو اللي قطع خبزته مش هي اللي قطعت هي، هو اللي جاب الحبس الروحي يعني هو المعتدي. كيفاش انا الضحيه باش نخرج ينتقم منك؟ ليه ما عنده ما يعمل لي وفان دي كونت، ما عندي منيش نخاف، وهذا السبب فريالي يخلي برشا ضحايا يخافوا من انهم يشكيوا، يا اما يخرج من الحبس ينتقم مني والا عائلتي، ويخافوا من الرياكشن تاع العائله، من الرياكشن تاع المجتمع، خاصه وانها ما شاء الله مجتمع يجي كان ضد الضحيه ووقتها الضحيه تولي تخاف باش تشكي وما تنجمش، والعائله الكل ولات تخاف. ابسط ليزيكزامبل نتاع الملامة، عندنا ديرنير مو طفله في مبيت في المنستير قاعده تدوش في راحه من بالها، تتلف تلقى ولاد يصور فيها مدخل تليفون شبك لها، واش قالها انا بديت خلينا نكمل. فما اول حاجه المديره، وقت اللي مشات للمديره قلت لها وانت الويحه على الشباك وانت تدوش، يعني تولي هي السبب في الحاجه هذه. نبيت نحكي لك كبير برشا، فيه برشا بلوكات، الضوء في التران في الدور ما يخدمش، كاميراوات ما فماش، معناتها انا بعثوني امي وبابا باش يتهنوا عليا في فوايانا، بقى روحي مصوريني فيديوهم هبطيني، اي تنجم وتتعرضوا حتى للابتزاز، مثلا يقول لها تعطيني فلوس والا يولي يفرض عليها يقول لها تمشي معايا سينو ولي نهبط لك تصاورك ونبعثهم لعائلتك. دونك هي تتحط تحت الامر التحقيق يعني بالحق. حكاو البنات زاد المبيت هذا باش نحدد اني الاماكن، المبيت في قفصه، قالوا لي صار قالها مره وبنات يشطحوا الكل، تعرف بنات الكونسيرج بعد شي يعملوا، فما بنات معينين يدوروا عليهم في بيوتهم يدقوا عليهم يقولوا لهم ما تعرف تشطح ما تحبش نعملوا جالابري فيه. هذا نوع متاع تحرش اللي يعني مسكوت علينا المستفز. انا حبيت يعني نضيف نقطه على الحكايه دي متاع يصوروا البنات في التواليت والا فوايه. نحن في تونس عندنا عقده متاع جسد، يعني بالنسبه لل يعني الجسد نتاع الفتاه بالنسبه لنا يعني يمثل عقده في المجتمع التونسي، ديما حاجه نحبوا نخبيوها، حاجه ما لازمهاش تظهر، حاجه يعني حتى في اللباس. ونعطيك ابسط مثال للحاجه هذه باش تعرف ان احنا في المجتمع عندنا العقده نتاع الجسد. انا ديما المثال هذايا نحب نحكي عليه، يعني نحن في المجتمع نتاعنا في المدارس يعني يلبسوا نورمالمون تابليه، هو زي مدرسي، هو واحد زي مدرسي، ماهوش زي جوست نكمل الفكره هذه، ماهوش جوست هو يعني زي باش نفصلوا بيه البنات والاولاد، هو لباس باش نقولوا راهو هذاك تلميذ موحد في الابتدائي. ها باش نعطيك التمييز العنصري، يعني في الابتدائي وفي الكوليج البنات والاولاد يلبسوا زوز طابليه، لا في الكولاج ما عادش على فكره، فما ولات كيما الليسي، فما بعض الكولاجات مازالوا يلبسوا، ولكن في الليسي كي تبدا تظهر التحولات الجنسيه وجسد الفتاه يولي بان، شبيه الطفله نغطيو لها بدنها والطفل نخليهم يغطيوش بعد، هو زي مدرسي. علاش نحنا ندخلوا في الامور الجنسيه؟ علاش نحنا عندنا عقد جنسيه في تونس وحتى يعني عقد الجسد؟ نقولوا للفتاه راهو الجسد نتاعك عوره، لازمك تغطي العقل نتاعك، انك تمهمش البروف نتاعك، تمهمش زميلك اللي معاش مركز في القرايه. اللي هو فما مره بروف قال يا اخي انك تجيني طفله بسروال مقطع شنو مطلوب مني، اللي هي نفس العقده هذه انه الطفله نشوفوها لابسه سروال مقطع ولا لابسه قصير ولا ديريكت تنعت ابشع النعود، كأني هي اباحت للناس باش يتحرشوا بها ولا كذا، جست خاطرها لابسه هكا انت تخرج بشورت قصير شكون كلمك؟ هذا الكل يدخل راهو في العقليه والثقافه نتاعنا، اللي ديما نقولها عندنا الثقافه الذكوريه، اللي احنا في المجتمع ديما التونسي ولا اي مجتمع يبدا عنده قواعد اجتماعيه بخلاف لازم فما قواعد اجتماعيه تدخل في الزواج وتدخل في التربيه وتدخل في الثقافه، يعني القواعد الاجتماعيه هذيك. نحن في المجتمع نتاعنا القواعد الاجتماعيه هذيا مفروضه كان على الفتاه، الطفل مثلا كي يغلط ما يعاقبوش المجتمع، ما تعليش صوتك مثلا قانونيا يعاقبوا كيما الفتاه كيما الطفل كيما الطفله.
الجنس ذكر والا انثى العقاب يكون في الموروثات والمعتقدات نتاعنا. لا في الثقافه المجتمع لا، مثلا ها مثلا اللي مثلا تجيب نخرج شويه تجيب طفل خاطئ خارج اطار الزواج مثلا ما عرست تجيب بطريقه غير شرعيه، علاش المجتمع يعاقب الطفله والطفل والطفل يخرج يعيش حياته عاديه يعاود مثلا راجل ما يحبش راجل خاطر هو يخرج على يخرج على القواعد الاجتماعيه ما يتحاسبش في المجتمع ما يحاسبوش، ديما تتحاسب هي الفتاه والضحيه ديما الطفله ولا الصغير هذاك اللي يتحمس ديما هو يتولد ديما هو اكبر ضحيه راه ضحيه حتى من امه يعيش امانه أي يعيش التنمر يعيش ما عنده حتى حقوق في المجتمع وعلى غرار هذاك حتى كي يتبناوه يعيش بالتنمر ويعيش بوصمه العار انه مثلا نقولوا هذاك هو الدحره حتى ذنب صحيح هو نتيجه علاقه ما عندوش حتى ذنب على خاطر المجتمع ما اختارش هو انه يتولد بالطريقه هذيك ويزيد المجتمع يعاقب الام ما عادش عندها الحق يعني تعيش حياتها بصفه عائلتها تتخلى عليها لا سمح لي حتى اللي باش يكونتاكتيها ولا كذا باش يكونتاكتيها من مبدا تحرش من مبدا حشو نظره دونيه اخرى جسديه اكزاكتومون يعني الحياه نتاعها الكل تتحطم فهمتني والراجل اللي هو زاد كيف هو قام بالعلاقه هذيك يعني هو اللي قام بالعلاقه هذيك انت حتى مثلا الام والراجل هذاك تقول هي رميت روحها على ولدي انا ولدي ما عنده حتى دخل يعني تقول هو كي راقد على روحه هي رميت روحها لي يعني ما عندوش حتى دخل وعلى فكره فما حاجه اخرى خايبه على الاخر قاعده تتكرر في عديد الجامعات انه فما اساتذه وصارت مره واثنين وثلاثه وحتى صارت مره تشكيات وما وصلوا لشيء فما اساتذه تبتز أي. تبتز على النود هو يعني اي انسان عنده سلطه عليك في اي ميدان يعني نجم يمارس عليك الابتزاز يا ندوبلك أي. والا يوصل يبعث لها مساجات ويقول لك تقول له باش نتكلم قولها تتكلم والله ما نحبش نقبلك ذلك فريال فما ساعات تصير الديزيتيون يصير لهم هكا مع بروفيتهم كيف يشكيوا للاداره والا يشكيوا للبروفيت النساء يقولها لا تكذب هو راهو ما خلق الهيمنه الذكوريه هذه كان نساء هي اول حاجه في التربيه والتنشئه الاجتماعيه العائله في حد ذاتها الام هي اللي تخلق الهيمنه الذكوريه هذه يعني في التربيه يبدا التمييز ما بين الوليد وما بين الطفله يبدا اول حاجه في العائله من الام خاطر احنا في ثقافتنا نتاعنا لما الكبيره للخو لا خوك ما يعمل شيء هو علاش خاطر احنا بما ان مجتمع ذكوري المراه كي تنجب طفل تحس بالقيمه نتاعها في المجتمع سواء كان مع زوجها سواء كان مع العائله الموسعه سواء كان وين تعيش دونك تحس بالقيمه هذيك كي تنجب طفل اصلا الراجل يبقى يجيب 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 لين يجيبوا لي يحس بك الانجاز العظيم وتعرف فما شكون يوصلوا طلقوا نساهم خاطر ما جابوا لهمش وليد موجود هذا يكون في المجتمع نتاعنا وفما عباد مثلا تقول لك ليه ماهوش موجود العقليه تبدلت ما باللي يكون راهو ديما تقعد العقليه هذيك الموروثه انا موروث ثقافي هي يتورث بعدنا شويه حتى حرش نرجع هو الكل راهو مربوط بعض المواضيع كلها تتربط بعضها خاطر بعديك يعني التحرش ينجر عنه اغتصاب ينجر عنده ينجم يجي يصير خارج اطار الزواج بالنسبه للعقوبات هذا الحوار نسائي بحت ونحن الرجال مانيش ملزمين بالاتهامات هذيا والحوار مشى بعد خاطر هو كان تحرش في المؤسسه التربويه ولا يحكي على الذكوريه ونحن الذكور والرجال باش يرجعوا باش نتعداو لبعض شكرا سلامه بالنسبه للعقوبات هو حسب في قانون التونسي حسب الفصل 226 وبعد كي تم التحيين والكل هو من عام لعامين عقوبة سجن وفما بين 3 ملايين و 5 ملايين قضية مالية اللي هي ما تتسمى حتى شيء مقابل جريمة حتى ولو بكلمة ما تقولي شنو قالك انا مثلا في حالتي قالوا لي شنو بعت لك مساج وفيديو حكي فارغ يقولوا لك يعني حكي فارغ شنو بيك انت ماكش متفتحه شبيك يعني نص منك معناتها قانون ما يتوافقش جملة مع الدرجة الجريمة اللي صارت هي راهي جريمة كبيرة خاطر الجريمة هذه سواء كانت كيف ما قلت يعني تحرش بالكلمة ولا بالفعل ولا وصول الجسد هي في حد ذاتها جريمة وجريمة خطيرة برشا خاطر الضحية باش تتأثر اجتماعيا ونفسانيا وينجم يصيروا لها مشاكل أخرى في حياتها تولي تنجم تعاني من أمراض نفسية خاصة إذا كان وصلت الحالة للاغتصاب تولي الحالة جسدية تولي تتشك في الناس الكل يولي ما عادش عندها ثقة في حد تولي تخاف من الآخر دونك هما ما يعرفوا
يعرفوش راهو قيمة الإهانة هذه اللي تصير. راهو أنت ساعات عبد كي يعتدي عليك مثلا، حتى يعتدي عليك أي مثلا أي حاجة أي طريقة حتى يغزلك، أنت تحس بك الإهانة هذيك اللي تصير لك. مثلا أنا دبرمت عليها الحكاية، أنا مشيت لبسية على الحكاية، أنا مرضت كيفاش إنسان وصل عدى عليا عطى الروح الحق باش يتجاوزني، باش يتجاوز حرمتي وحريتي وباش يتهجم عليها بالطريقه دي. بخلاف هذاك تلقى روح الضحيه، القانون ماهوش ناصفها، العائله ماهيش ناصفتها، اصحابها كيف كيف، لونتوراج كان اداره في الفوايه، كان اداره نتاع ليسي، كان اداره نتاع نتاع يعني نتاع جامعه، دونك تلقى روحها هي في جميع ضحيه لكنها متهمه هي دائره الاتهام. وفي نفس الاطار هذا نحب نبلغ جوست مساج، خاطر برشا نساء يحبوا يشكيوا وما يعرفوش. بالنسبه للتحرش او كذا، ثم حاجه في تونس اسمها فرقه المراه والطفل، الفرقه المختصه تكتب عريضتك الادله، راه لازم ادله، خاطر انت كان ما تعرفش يا نسرين انه الاتهام الباطل راه هي ترجع لك حقوبه تولي عقوبه، ما نبدوش نتبلوا على العباد. صحيح عندك ادله والا عندك شهود كي تضل في مكان علني والكل، تهز عريضتك تمشي للفرقه المختصه، هي باش تبعثك لوكيل الجمهوريه، هي تتكلف لك بالمعاينه، هي تتكلف لك بالمحامي وعديد الجمعيات تنجم تتصل بهم. اشكي خذ حقك ما تسكتش، ولو كانت جد كل طفله تصير لها هكا تشكي وتتكلم ما يتمداش، ما وصلناش للتفاقم نتاع الظاهره بالدرجه هذه. ما وزاد كيف كيف التاثير نتاع العائله، راهو علاش العائلات كيف كيف ماذا بك يعني، كان حتى خاطر الاولاد راهم ولاو يتعرضوا طول التحرش في المدارس، ما يحب خاطر ما يحكيوش خاطر باش ينقص من الرجوله نتاعهم. يعني كيفاش رجل يتعرض للتحرش واغتصاب، بالنسبه لينا ما بين قوسين يعني ماهوش راجل وتعرض للحاجه هذيا. انا تحرشوا بيا في المترو مرتين مانيش باش نقول اسم السيد يتكلم دونك يعني علاش يقولوا كل البنات يتعرضوا للتحرش، راهو حتى برشا اولاد يتعرضوا في عائلاتهم، يبداو خاصه الصغار كيف في عائلاتهم الاغتصاب يعني في المدرسه حتى من قبل زملائهم. فما راهي حتى البنات يتحرشوا بالولاد، اي موجود مش كل الاولاد يتحرشوا بالبنات على فكره، راهو حتى الاولاد يتحرشوا بالبنات. يعني التحرش كما يقولوها ماهوش مرتبط لا بدين، لاهوش مرتبط بجنس، ماهوش مرتبط حتى ثقافه، مش مرتبط بتربيه، يعني مرتبط هو بالشخص في حد ذاته اللي يحب يتحرش، عنده مشاكل نفسيه، عنده عقد جسد. فما اشخاص يتعرضوا هما للتحرش وتقعد لهم هذيك عقده، يولي هو يمارسها خاطر هو تعرض كنوع متاع انتقام. دونك احنا ماذا بينا العائله، اول حاجه العائله تحكي مع صغارها في الامور او فهمهم. في المرحله الاولى مثلا نتاع التحولات الجنسيه والى حال عرفوا بجسد نتاعو، ما تخليني مازال صغير قول له المنطقه هذه ما تسمع اي حد يمسك منها اجى طول قل لي. نحن ساعات فما بعض العائلات مثلا تلقى ولدها ببيت بدل له الكوش قدام الناس الكل، يتربى انه هو الجسد نتاعو حاجه على بينما طفله لا يهزوها البيت اخرى انت والكاء اما موجود مثلا في كريش والا في روضه كيكه زاد الصغار قدام بعضهم، يعني فهمني حتى الصغار مثلا يقول للمعلمه نتاعو هزني التواليت والا حاجه، خليه هو يحمل على روحه، خليه هو يكتشف الجسد نتاعو اللي هو فما مناطق حساسه ما ينزلش حتى حد يشوفهم ولا حد يمسهم. من انت توعيه الصغير نتاعك وكل مرحله بمرحلتها باش ما يمشيوش. المشكل في الاول والاخر نسرين المشكل هو مشكل وعي وثقافه، مشكل الثقافه ما يتندرج ضمن الوعي، مشكل وعي نتاع شعب حبينا ولا كرهنا، احنا شعب مازلنا ناقصين برشا وعي ما برشا اي، خاصه في الامور الجنسيه، خاصه انهم يربطوا احنا علاش نهربوا بعيد. الطلاق فما برشا نسبه طلاق السبب نتاعها هي اسباب جنسيه 80% قال لك من اسباب الطلاق الاسباب في اسباب الاسباب الجنسيه، خاطر عندنا جهل جنسي في تونس بدرجه عاليه في كل المستويات، في التحرش في الزواج حتى بينا ما تحكيليش. انت ساعات فما اطفال مثلا يمشي يسال بوه الام حاجه في علاقه بالجنس، يقول له انا كيفاش ولدت، يقول له ملق للتربيه من جاب الافكار هذيك ويعاقبوا، يقول له منين خرجت، يقول له خرجت من كرش امك، ولا فما شكون يقول له خرجوك من فمي، فما يقولوا خرج، يعني يبداو يبتكروا في حاجه انهم يغرسوا هذاك الجهل الجنسي في الصغار من الصغرى، مع يوصل للمراهقه يولي يدخل يتفرج ماذا يكتشف الحاجات هذيك من بلايص اخرين تنجم تفهمهم له بالغلط. اي بالغلط، انت في انا ديما نقول المؤسسات الاولى نتاع التنشئه الاجتماعيه هي العائله والمدرسه، لازمها تقوم بالدور هذا. العائله هي المدرسه الاولى، قبل المدرسه بحد ذاتها العائله هي المدرسه، لازمها تمارس الحاجه هذه وتوعي الصغار خاصه انه
في المدرسة، وحتى لو كان متعلمش الثقافة والوعي الجنسي في العائلة، كيف يتعلموا من عند معلم هو قادر على إنه ساعات الصغار يثقوا في المعلم أكثر من أم العائلة. ساعات زاد ينجم يكون المعلم يولي قريب من التلميذ، دونك يولي التلميذ حتى كان تعرض الكاف في المجتمع يحكي له فلا يرجع له بالنظر. اما هذا ما يمنعش انه العائله وراهو التوعيه الجنسيه راهي مثلا حسب العمر، باش الناس كي تسمعنا ردوا نسي راح نحبوا نهملوا الصغار وندخلوهم راهو فما درجات، مانيش نحن باش نعلموهم العلاقات الجنسيه ولا كيفاش تكون، راهو فما كل عمر بعمره تاخذ منه افكاره وتعلمه بطريقه نجم تكون مبسطه هو يحافظ على نفسه، تصير له حاجه ما يخبيهاش يحكي. نبعد شويه على تربيه الخوف، راه في العائله تنصير ربي وبرشا صغارنا في تربيه الخوف. نحب نعطي مثال اخر زاد احنا بسيط في المجتمع نتاعنا، نحن عامه النوفيام اني في البروغرام نتاع السيونس يقريوهم على الجسد على الفام ولوم والعلاقات كيفاش تصير. انت اغلب الاساتذه نتاع السيونس في تونس يلقاو صعوبه باش يقريو الدرس هذاك، يحشموا فما اللي يعدي فما اللي يقريه بطريقه ماهيش كلاك الكل يعطي عليها فما وفما زاد الشيء فما شكون يعملوا. انا المرحله هذه تعديت بها يولي البروف ولا البروف باش يرتاح يقسم البنات يقرا وحدهم والاولاد وحد باش انا بدي عملت اقريت في الباك وفي النوفيام قريت بالطريقه هذيك، اللي يعني نحن في حد ذاتنا نخلقوا العقد هذيك كاينني حاجه هذيك بعيده حاجه تابو ما لازمناش نحكيوا فيها حاجه نتاع حشمه. هذاك علاش هو راه كله تراكمات ديجا مشكلة ديجا هو كبد اي كبد تولي عقدة في لي شابيتغ هذوما ديجا تلام يلقوا مشكلة بين بعضهم مع البروف تلقيها دخل تقول عليه هذا على جبل بقدو باش يسألوا بعضهم وتقى واحد يضحك على واحد ولا حاطين تصاور مثلا يوليو يضحك عليه وقول باركونتر هو الجسد نتاعك لازمك انت عندك فكرة عليه. كان جا عنده فكرة من قبل راهو مركز ويحب يفهم روحه مش يضحك على روحه. انت ديجا هاو فما مثلا نمشيو شوية فما مثلا حالات اللي مثلا يتعرضوا للاغتصاب ومثلا تجيب صغير وكل شيء تلمو ما فماش وعي بالجسد هي اللي توصل مثلا للشهر الخامس والسادس وما تفيقش بروحها حبة اللي هذي حاجات للمومو تكوين يصير تكوين مدرسي وإلا الجمعيات تخدم على التوعية الجنسية حتى الناس مش قارية توعي مثلا باش يفيق مثلا مش شهر له مش شهر ثاني خطر فما حاجات راهي سيونتيفيك علمية لازم تعرفها. جمعية معينة حبينا نعملوا مره هكا ايفانت والكل نتعداو على نمشيو نزورو مدارس والكل نحكيو على الثقافه الجنسيه. فما مدارس وافقت وخلتنا نزورهم فما مدارس رفضوا يمنع عمرنا ليه والاعظم من هذا انه فما شكون تكون عنده دي بروبليم تكون عنده مشاكل جنسيه اما ما نجمش يمشي للطبيب ما نجمش يقول ام راهو عندي كذا ولا كذا ولا كذا حتى بعد كي يتزوج عنده المشاكل هذيك يرضى مثلا انه يطلق وما يرضاش انه يمشي للطبيب خاطر باش يطلع منعوت بالصلاه ولا يعرف المشاكل سواء كان المشكله عند الراجل يعني اي كان المشكله عند الراجل خليه كان المشكله عند المراه يطلقها. راهو بالنسبه للاغتصاب راه مشو كان طفله ما تعرفهاش حتى مرتك تنجم تشكي بيه قضيه اغتصاب اي فما ذاك العنف هذاك العنف الجنسي العنف الجنسي ما بين الازواج خذوكم انواع اخرى متاع عنف ما بين الازواج فما العنف الجنسي يعني تكون العلاقه الجنسيه بدون رضاها هذاك يولي فما عقوبه. الوعي راه مهم برشا فما ناس مثلا هاو زاد الوعي في استعمال وسائل منع الحمل زاد ما يعرفوش تو فما ناس تعمل في علاقات جنسيه خارج اطار الزواج انت كي باش تعمل علاقه جنسيه حريتك الشخصيه كجد انت تعرف تستعمل وسائل منع الحمل راك ما توصلش تجيب صغير وبعديك وتقتلو وتطيشو في الزبله ودرجني يعني انت حريتك باش تعمل علاقات جنسيه. احنا اليوم البودكاست نتاعنا حبينا نوصلوا مساج انه بالرسمي ندوا بالحكايه هذه راهي حاجه متفاقمه راهو يلزمنا نفهموا بدنا يلزمنا نتقبلوا حكايه اسمها التربيه والثقافه الجنسيه يلزم الوالدين يحكيوا مع صغارهم يلزم المعلم يا سيدي انا معلمه نحاول حتى من مجهود شخصي فما معلمة عملت وهبط الفيديو ووقتها وراها والناس كل عجبتهم الفكرة من مجهود شخصي نعرف صغاري نعرف صغار بدنهم بالنسبة للناس اللي جا فيهما ما تسكتوش ما تخافوش صحيح العقوبة ما هيش كبيرة وصحيح العقوبة يلزمها تتبدل أما كتولي قضية رأي عام نجم يتبدل راهو القانون نعمل قضية رأي العام أنا ممبري هذا ندد المظاهرات ونبدلوه القانون خاطر القانون ماهوش عادل راهو القانون هذا يزيد كيما نقولوا الضحيه تزيد تتهان وتحس اللي ما عندهاش بالحق قيمه يعني يقول لك هو تعرض عليه اعتدى عليا جسديا وفي الاخر يشد لك شهور ماكل يزيد يخرج لك في العفو يخرج في العفو كان واكل شارب وراقد مرتاح كانه مشي صايف ما تحسش هي العقوبه خايبه ويلزمنا نسعوا باش نبدلوا اما اشكيوا
مهما كان شوية خير من ما فهم الجملة. اشكيوا القانون معاكم خذوا حقكم. نشكركم نبيلة، نشكر نسرين معاكم من وراء الميكروفون ريال مبروكي. هذه الحلقة التاسعة من البودكاست أمور تهمنا، إن شاء الله ملتقانا في حلقة قادمة. تابعونا كالإذاعة كل ثالث سبت من كل شهر على برنامجكم أمور تهمنا في الإذاعات الخمسة من نصف النهار الماضي ساعة. كل ثالث احد، ما فهمتش علاش انت وشذايا مش كبشي في السبت ما نعرفش. كل ثالث احد سبتي فارلي. ميرسي نسرين، ميرسي فريال، شكرا مستمعينا. نصحكم باش تسمعوا البودكاست هذا والبودكاست اللي بودكاست ليفتو الكل، الكلهم مهمين. نشكركم عايشك، وحتى انا نشكركم، وان شاء الله يعني نقدموا اضافه للناس اللي سمعتنا. نقطة اخيره قبل ما تقص عليا سي سفيان، باهي نحب نقول للمستمعين تنجموا تشاركونا بتعليقاتكم بارائكم، والا حتى تقترحوا علينا مواضيع جديده نخدموها، يا اما عبر كومنتير او تبعثوا لنا مساج على صفحه مبادره مناظره. هاي باي يا كهو باش نبيتوا.